حدي قف كو يهي قف صحدي ما قبا إلهي اللقم الرديه ضدك صحدي ما قبا وحل لقود دوينة كبلا بيا قرآن كو سيدي سوحو كد وبدن يهي وحو الباء أدون كالقر هذه الدول لك الدون لكن مركا اللي سود دارو إن لي يرادو بالقرآن أنكو ضينا ماها وحل اللي سكغفرنا يهي يان لقد ديقن وينا ساق اللقاب بالله وحو الباء قفكو هدي او يهي قف صحية او عذر كالصحدي ماها إلهي انت قبتها كبت بادية أنقنا نقوم الرده حدي أو قبه أن يؤذن في أذن المسروع سبعا تضبان مرباهورت الدكت اللوغة الدماء آذانك بهالك إيه تشنك إيه وحا كتشير أوردن ويكو بحيان ويان وحا كلو الله سمي دشيس سبعا مرات تضبان مرباهوحا اللغو أخرية فاتحة تضبان مرنا فاتحة اللغو أخرية وحكى اللغة أخرية لمبرك السدحات لبدا صورة دوت وهذا عن الصوش يقني صورة الناس قل عوذ بالرب الناس إيوه صورة الفلق وحكى اللغة أخرية قفك حنونك صحدمها يدبك يتنك قبا آية كرسي قنوى اللغة أخرية وحكى اللغة أخرية صورة الليلة صورة والسماء والدارق كل جيت ولما يستريو أوسي الصح اللغة أخرين أيوه او قف ويسقب اخرين ايو او قف قلبي وناكسان اخرين ايو ايه اللغو اخريا ويان وحكا اللغو اخريا سورة اللي يرهدو سورة الحشر واتقاني قرآنك لقب الله كل يد ماها لقب الله ابو آيد لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله آيد لقب الله ابو الى اخر السورة الا سورة اللي قد لما يوهي تانا وا لغو اخريا وحكا لغو اخريا قضبك تضبات قفكاس مسروعة او صوحدي مها مرمر صوحة لبكا قبا وحكا يابها لغو دوهي اما حنونك جنقا قبا وحكا مدا سورة اللي يرى سورة صافات اما هو الصافات لو يقانو وصورة دها مركا ليرى والول تراع علمات ويدهان ووغا انت كب اللوضة او قفك والولسان لغو اخريو سورة دا لقب اللابو نم كل جد معها لقب اللابو آيبدا بقول تضبات إيا تضبات فإذا نسل بساحتهم فساء صباح المنذرين آيبدا لقب اللابو إلا سورة دا لقب دا مايو أيا اللغو أخرين أيا وحكا اللغو أخريا آيب كرسيغا انت تضبا مر لأخريو أو بيها التهليش اللي يرى اللغو طفو أيها قفك اللغو الرشاية يفيق بإذن الله بكتاب كليه انت هداد سميده وحو البو كتيرة تنها الضوءها إلها الضوءها كل واكد وبيه شايق اللي يرهدو إلا عدا أما إشا أما قوما إن ماذا سماريدو أي ترهدو وحيابها اللغو الدوية وحا كمدا وأيضا هدا ميشان عن كسي درينا هدا يقفك اللغة بغيه وحا كمدا آية كرسيه يفاتحة آية كرسيه وهل آية فاتحادنا وتضبع آيضات وسيدات آيضات يسكوين صماها إيا آيضة وإيا كادو الذين لقب الله إلا رماتك صورة دا إنت أصبع اللغو أخرية وأصنوى كده وبيا ويا وحيابها اللغو الدوية قفكا حانون سنوحا كمدة ودوة أنه قونا إياه وحال وقفكا أما هاد السحر لغب بقيو عذر كالليل هادو تنك هاد دين لغب بقيو أو كلم مثلا بسم الله الرحمن الرحيم بقى كمده أذكرت اللي قد دوية بسم الله الرحمن الرحيم بقى اللي قد أخرية قفكو هدو حتى والن يهي أما عذر كأو قبو دكتا اللي قد أخرية مركز كو أخرين نيسو دكتا إياد وآخرين نيسا 41 أفرطن إيو كومر أياد بسين كو علن نيسا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم هدو صلح ذي مقبو هدو مجنون يهي هدو حنون كلقبو أفاق بإذن الله من سرعته من جنونه وسرعه والده هي صحدمها وكم معناها الرئيسان يا إن شاء الله هبا انت أكو أخرده وحيابها كلاو اللغو الدوويه وقفك حنوصان قد بدل اللغو الدوويه دينت إلهي قرطي إينا هاي فكر بنا آدم وحاكمه أو كتبها النوغو قران بسم الله الرحمن الرحيم بعد آخرين يساب بقل مر بقل بعد آخرين يساب بسنك وحاد كو آخر نيسا قف والبو حنون سن حنون كو دون آقابو بقول مر بيسنك كو دول آخر وحان اللغو دائما تضبا مالين تضبا عرقودو كو علمو دونا تضبا عرقودو يعني تضبا مالين
مالين والبا واحد كو اخردا بسم الله الرحمن الرحيم او بقول مره مالين والبا بقول مر مالين والبا بقول مر اما تضبد مالك سي بدي هدي قفكي ريس واي هدو كو ريستان وا بسيدي لا ربيبا تضبد مالين بدوديسا قفكو هدو حنون سيهي هدي سحر لوغا بقيو عذر كلا هدو قبو بسن كاس تضبد مالين سونيا او مالين والبا بقول لغا اخرينيو او صلي النبي محمد لوغو بلابيو وصلي النبي محمد عليه الصلاة والسلام لقو ختميه تانا هو اللقود دوية وحيابها اللقود دوية كمت عذر والبوقب إلهي باك الدوين بإذن الله الكريم وحيابها اللقود دوية وحكمدة ودينة إلهي أي نوع الضيسي وأيقنا الدودة نبي قال عليه الصلاة والسلام وحل وري قفحان صنب وصاب وقضي مركاسو قعنت سيدة أمري ملكتا قفك قعنت صلى الله مركاسو النبي قد دعاء نقلي اللهم رب الناس أذهب البأس اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يقادر السقم تنوى الواقية إلهي ضدك ربي قد أهايو إله حنونك قات أدوك وحاتها إله عافي متك وحافي باتها عافي ماد متشرو إلا عافي ماتك أغنوهي عافي مات أن عذر كل ريبين إله قفك الدوي أنت وين معنى هذا يعني أضو الدعاء آخري أذكرت هذا صح وآخر ذا إله بكو الدوينية وحيا به اللي قد دوي يوحى كمدة والنبي جن اللي جسوا جاري عليه الصلاة والسلام عبد الله ابن أبي عبد الله عثمان ابن أبي العاص هذا قال لي رابا وحويري رسولك عليه الصلاة والسلام ايو معناها صحابي قاسو حنون اصو شاكتي مركاسو النبي الله هدلي صحابي حنون كشاكتي ايو الله هدلي وحويري ضع يدك على الذي تألم من جسدك ماشا ادو قبرارو قفك النفتي سو اسدوين ايو ايو اما قفك ادوين ايسا لغار رباه قعنت صار ماشا كحنون ايسا سد احمر بسم الله بسم الله بسم الله ده تضبط مرنا وحات إلى هذا أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أتد وأحاذر وحكلو كمذا وحيابها اللي سكد ويو آيادها اللي يرهدو آيات الشفاء الست آيادها الدودة اللحظة آياد وضح آياد وقوه الرئيد وحوي وآياد كترت صورة الطوبة ويشفي صدور قوم مؤمنين آياد أول آخر استح آيات الله بعدنا وحوي سورة يونس كنتن إيو تضبع آيات وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين آيات سدحات أو عافمات كالله أخرسته أما قف كاللغة أخرية اللغة دوية قرآن كوحوي أو آياتها عافمات كاللي يرهده فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون سورة النحل آيضا لحدا إيا السقالات لنبرك أويا آيضا أفرادنا وحوي وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يسيد الظالمين إلا خسارا وآيض كتشد سورة الإسراء سديت إيا سدح آيضا أويا آيضا شنات وحوي سورة الشعراء آيضا سديتنات وإذا مرضت فهو يشفيني آيات أغدن بيدا آياتها عافمات وحي كترتا سورة فصلت آيات أفرتني أفرات قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء آياتها سنوى آياتها عافمات الله أخرسته دوين كاس يكوى كبدا باترة لكن انت أسبان ربائنا هذي أغرده انت حنونسان أردن الله أنه قد دوين إلهينا هذي قد دوين وحين النواطه في سبيل الله ضمان قف والبحن صنع لها الدوي هذا وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.